مرحبا، اليوم كمان عنا مثل نشاطات صغيرة لحتى نتعرف على جدول مضاعفات ثلاثة لنوضح الفكرة أكثر وتوصل الفكرة بشكل بسيط وممتع. يلا نبلش سوا. The three times table song. Three times ones are three. Three times twos are six. Three times threes are nine. Three times fours are 12. Three times fives are 15. Three times six are 18. Three times sevens are 21. Three times eights are 24. Three times nines are 27. Three times tens are 30. اليوم حنكمل بجدول المضاعفات لرقم 3، بس بدنا نعمل تنويه قبل ما نبلش. عادة جدول الضرب أو المضاعفات بدنا نحفظه حافظ، بس هيدي الوسائل اللي احنا عم نستعملها بس لحتى نهين القصة. اوكي؟ نبلش. حنعمل أول شيء، في عنا هون كل جرة فيها 3، هي عبارة عن جدول مضاعفات 3 مثل ما شفنا قبل بالفيديو تبع جدول مضاعفات 2. Okay, yeah. 3 times 0. يعني عندنا 3 وردات بس ما عندنا ولا فازة. يعني ما في شيء. يعني أكيد حيكون النمبر هو 0. لأن أي شيء بنضربه ب 0 equal 0. Okay. 3 times 6. شو معناتها؟ يعني عندنا 6 جرار. Okay. كل جرة فيها 3. نشوف عنا 1 2 3 4 5 6. قديش فيهم؟ كم فيهم وردة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. وين ال 18؟ هاي ال 18. اوكي، عنا هلا 3 times 9. اوكي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هودي اوكي، يعمل ام وحده منهم. اوكي، منبلش. 3 times 9 equal 3 6 9 12 15 18 21 24 27. وين 27؟ هاي 27 نحطها. اوكي، 3 times 1 يعني وحده، انا 1 2 3. وين 3؟ نحط هيك. 3 times 4 يعني عندنا 4 وحدات، 1 2 3 4، يعني اللي فوق equal 3 6 9 12. كل شوي عم نزيد 3، صح؟ ما نحط حبة كمان. اوكي، هيك رح تكون واضحة. 3 times 5 يعني 5 وحدات، 1 2 3 4 5. قديش بتطلع؟ عنا 3 6 9 12 15. اوكي، 15 هاي 15. طيب 3 times 8 يعني 8. فينا ناخد 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني هودي من يمن عجل نحسبهم سوا. 3 6 9 12 15 18 21 24 24. هاي 24. اوكي، 3 times 7 يعني من ام، من هذا كله 10، من ام منه 3 بيطلع لنا 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، equal 3 6 9 12 15 18 21 21. هاي 21. 3 times 2 يعني وحدتين، لأنه أخذ هاي وهاي. 3 6 وهي 6. اوكي، 3 times 9 10. هون 10 يعني كله. اوكي، لنبلش سوا. 3 6 9، نحن بلشنا من هون، 12 15 19 18
21, 24, 27, 30. Okay? 30, يعني 30. معنا 3 times 3, يعني 3 وحدات. 1, 2, 3. 3, 6, 9. 9. بس نحن مثل ما قلنا قبل، إنه نحن لازم نحفظ لهذا الجدول حافظ، بس نحن عم نعمل مثل activity بس لحتى نهينا القصة معنا. كمان عندنا معلومة جديدة عن كوفيد 19. مثل ما بنعرف نحن فيروس كورونا بينتقل عبر التنفس او اي شيء بيفوت على الجسم، يعني لازم ننتبه كتير منيح وما نحط ايدينا على وجهنا ابدا. باي باي.